بعرف إذا فيني طلع كل الأفكار من رأسي، أفكار، صور، أصوات، طلعها لبرا وكبها واتركها تعذبني وتقتلني. حاولت أكذب على حالي، ما قدرت. شعور صعب، حس حالي أنا اللي قتلت، حس حالي أنا مجرم، مجرم بطريقة تانية، مجرم القانون ما بيقدر يعاقبه ولا يحطه بالسجن، مجرم ما مسك بإيده ولا مرة سكين. بدك تسأليني انتي ليش هيك عم حس؟ لأنه أنا ما عندي جواب. حتى أبسط سؤال ممكن تسألني يا نور، ليش لهلا الماما ما جابت قلب الكيك؟ ما عندي جواب. هنا يا عيني، أنا اللي قتلتها. حرصي عليها قتلها، حبي إلى قتلها، لأني كنت أطمن عليها قتلتها. كل الكلام على الملائكة والسماء وجناحاتهم وكل القصص اللي بحكي لها لنور وقت اللي بدها تغفى، نظرة وحدة بس منها كأنه عم تقلي بابا حاج تكسب علي. بكره إذا كبرت وصارت صبية، يا ترى رح ترجع تسألني نفس السؤال؟ رح ترجع تقلي ماما ليش لهلا ما جابت لي قلب الكيك؟ يا ترى عندي جواب؟ ما بقدر اتركها لحالها، ما بقدر. يا ليليا يا ليليا، اتركي ناية تحل مشاكلها بنفسها، مو كل مرة نحن بدنا نتدخل. طيب بلكي الشغلة كبرت ووصلت للطلاق. لا ما راح تكبر. ما سمعتي عاصم امبارحة شو حكى؟ عاصم؟ ايه هو هديك المرة كان راح يوصلها للطلاق ولا نسيت؟ المرة الماضية حازم كان راح يموت بسبب جود، قتل وخطف وقواس، بس هالمرة الوضع مختلف. والله من خوفي عليها ما عرفت نام امبارح. لا حول ولا قوة إلا بالله. Thank you.
تفضل حبيبي. رهف، انت عندك حساب على الفيسبوك؟ طبعا عندي، ومو بس على الفيسبوك وعلى تويتر كمان، ولا يعني كيف بدي اقعد كل النهار بالبيت لحالي؟ وحكي شي عني؟ لا اعوذ بالله، ولا جبت سيرتك بالمرة. افتحي لحسابك. حكي عن علاقتنا. حبيبي هذا حكي عادي، أنا مو جايبة في سيرتك، كل العالم بتكتب مثله. وعن سوسن كمان. مين أصدقائك على الفيسبوك؟ مين أصدقائك؟ ما في حدا. أنت طلبت الصداقة من سوسن؟ رهف، انت طلبت الصداقة من سوسن؟ ايه انا. ليه؟ ليه بدك تفضحي علاقتنا؟ لانك بدك ترميني برا. يعني اذا فضحتي علاقتنا ما برميكي برا؟ انت وحدة مجنونة؟ ايه انا مجنونة، انا مجنونة لاني سمحت لك تستغلني وتهيني. ساعتين وبتخلي البيت. صباح الخير. صباح النور سماح. سماح، شفت شي حازم؟ لا. غريب، وين بده يكون راح؟ بظن انه راح على المقبرة. مقبرة؟ ايه، مو اليوم ذكرى سنويات ريم الله يرحمها. اوكي. ليه؟ بدك شي؟ لا لا ما في شي. اكيد. يلا لكن شوفك فوق. شوفي. Thank you.
جدت لك جدت لك وجدت لك كل شي فيك، جدت لوجودك بحياتي، تعبت 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 تركتيني وتعبت. آخ يا ريما، حاول كون قوي مشان نور بعدك. أنا آسف اللي صار مبارح، يعني هن كان قصدهم يفرحوها لنور، بس أنا ما سمحت لهم، ما سمحت لهم يتدخلوا بذكرياتنا، ما رح أسمح لهم يتدخلوا بذكرياتنا. حياتك ما بتفارقيني، معي عايشة معي، بشوفك وعم حسك، استعبت سلموا ايديك يا صح على قلبي. قلت لحالي بجوز اولادي تكبر العيله، بلاقي حالي هلا عم بفطر لحالي. سمح ونغم هلا نازلين، هن بيقطن اولادي. وينو؟ كل واحد بديره. غريبه ما سالت عليك انت كالثالثه. شباب راحت مع حازم على المقبره. راحت مع حازم على المقبره؟ يعني يعني ما بقدر اقول انه هذا غلط، لكن شو خطر على بالها تروح مع حازم على المقبره؟ عن جد هي البنت عجيبه، عندها كم من المحبه هائل. يعني انا ما اكون محلها ويصير معي اللي صار معها؟ ما بعمل هيك. محبه؟ لا كثير محبه. لك هي تلبسه، هي وحده ب 7000 وش، لا وفوق كل هاد ما بعتت اليوم الاولاد على المدرسه. شلون شلون؟ الأولاد ما راحوا على المدرسة؟ قلت لكم هاي المخلوقة من يوم ما فاتت هذا البيت النحس صار كله نحس، بس ما حدا فيكم بيصدقني طبعا لأنه أنا اللي عم بحكي. عصمت خلصنا بقى، هلا المخلوقة مانا هون، بس تجي بنقعد بنحكي معه بنفهم كل شيء، ما هيك؟ شبك عاصي؟ ما باني شيء. يلا عمثر الطريق بيوقف هالزمان، وين انتهى وين ابتدى؟ كفي بلا رفيق تعود عن نسيان، دنيا وما بتوقف عحدا. عمفرق طريق بيوقف هالزمان، وين انتهى وين ابتدى؟ كفي بلا رفيق تعود عن نسيان، دنيا وما بتوقف عحدا.
شلون شلون؟ ايوه شوفي يا مدام، كل شيء بقبل فيه الا التقصير بحق الاولاد. ايوه ارجوكي وبحب ذكرك انه السبب الاول والاهم لزواج حازم هن الاولاد. لا تخلطي المواضيع ببعض البعض. انا امبارح وقفت معنايا ضد ابني حازم. ايوه الله يرضى عليكي، الله يرضى عليكي، هي انا حطيتك بالصوره. تصرفي، مع السلامه. يا عاصم ما كان في داعي تتصل بليليا، انت بذاتك لغيت ثانويه ريم الله يرحمها، صح؟ هلا حازم احترم رايك، راح يزورها بالمقبره، لحقته نايم. طيب شو صار يعني؟ بالعكس حبت توقف جنبه، وهذا الشيء تشكر عليه. يا سلام. يعني عاجبك المدرسة تروح على الأولاد؟ لا ما عجبني، بس يعني هذا اللي صار ونايا مانا قصدة. طيب كان بإمكانها تطلب من سماح تبعتهم أو تطلب منك أنت، أما تهمل واجباتها هذا تقصير ما بقبل فيه أبدا. ومع ذلك ما كان لازم تحكي مع ليليا، أنا كنت حكيت معها. لك يا روحي ليليا أمها وبتقدر تتفاهم معها أكثر مني ومنك. أف. كنا بالعادة بعد زيارة التربة نعمل الثانوية بالبيت، بس باب الصيني ما وافق كرمالك ما بدايقك. أنا امبارح انفعلت أكثر من اللازم وعصبت، يعني أنا ما كنت حابب انتهي عيد ميلاد نور بهي الطريقة، بس هذا اللي صار. يعني مش زعلان مني؟ أبداً أبداً، أنا بعرف مو قصدك هيك، أكيد ماني زعلان منك. وأنا مش زعلان منك. يلي كنت من وصرت لي غريب، لا ما تفكر إني من بعدك رح غيب، ولا ليلي بيقدر يمنع شمسي إنها ترجع تطلع. خلي قلبك اسمع كيف العطر بيفوح. اللي كنت مني وصرت اللي غريب، لا ما تفكر إني من بعدك رح غيب، ولا ليلي بيقدر يمنع شمسي إنها ترجع تطلع. خلي قلبك اسمع كيف العطر بيفوق. يا الله ما حدا عم يفهم علي. يا سيد عاصم، نايا قدام مهمة صعبة كتير وفيها أكتر من طرف، يعني ما لازم نلومها إذا قصرت بوحدة منهم. يا مدام في مسائل واضحة لا تحتمل النقاش، أصلاً أساس هالجوازي هاي هو البنت.
بتعرفي هذا الشيء ولا لا؟ طبعا بعرفه. اذا خطأ نايا لا يحتمل النقاش. عمي معك حق وانا بعتذر. بعدين شو حكاية الروحة على المقبرة؟ اه ايه نحنا بدنا نمحي ريم من ذاكرة حازم. تقومي انتي بتذكري فيها؟ ولا انا فقت من النوم لقيته بده يروح على المقبرة. اصلا انا ما كنت عارفة انه بده يروح. المفروض من يوم ما تجوزك ينسى هذا اليوم من اساسه. والا بشو بتفسري انه لساته عم يفكر بريم بنفس الوقت اللي انتي موجودة بحياته؟ هذا ما له غير تفسير واحد، انت ما قدرت تعبي عين جوزك ولا تشغلي قلبه وعقله فيك. انا يلي عندي قلته بنتك عندك، تفاهمي انت وياها وشوفوا حل لهالمشكله، حل نهائي. غياب نهار واحد على المدرسة ما بيستاهل كل هالقد. من وجهة نظرك ست ليليا، بس من وجهة نظره لأخي عاصم الموضوع كبير، كبير كتير. هي حبت تروح معه احتراما لمشاعره، بعدين حازم مانو ولد صغير لحتى نايا تعلمه شو لازم يعمل. ست ليليا، شو اللي عم تعملي انتي؟ بدك تقلبي حازم على أبوه؟ أنا؟ أعوذ بالله. أنا كل شي عم قوله إنه لازم يكون بيناتهم احترام متبادل، هيك الأصول. بعدين هي بشو بتكون غلطت إذا حبت توقف مع جوزها وتشاركه حزنه على ريم؟ أنا قايمة أشوف عاصم إذا بده شي. حاكم نشف ريقه من التعصيب من الصبح. قومي معي في كلمتين بدي احكيهم معك على الانفراد. عن اذنك ست عصمت. لساتك جديدة، بكرة شوي شوي بتتعودي عليهم. متضايقة؟ أنا آسفة جيت لأطمن عليكي. لا تتضايقي، هو هيك وقت يضوج ما بيعرف حاله شو يحكي. ما في مشكلة، دائما الجواز بأوله بيكون صعب، بس أنا متأكدة إنه نايا وحازم رح يوصلوا على بر الأمان. شايفة كل شيء عم يصير؟ يعني المشكلة اللي صارت وردة فعل حازم القاسي عليها وتحملتيها ورديتي رحتي وراه على المقبرة، هذا كله شو معناته؟ معناته انه انت بتحبيه لحازم. شو نايا؟ ما تجاوبي. انا برايي هاد افضل شيء ممكن يصير للعلاقه بينك وبينه. انا احب على قلبي انه تكوني سعيده بحياتك الزوجيه ويكون في حب متبادل بيناتكم. فأنت شو رأيك؟ شو رأيي بشو؟ بالشي اللي حكيته سماح. ماما أنا وياك حكينا قبل بهذا الموضوع ما هيك؟ صح حكينا، بس أنا بدي سماح هي كمان اللي تسمع. بدي حدا من العيلة يعرف بشو عم تفكري وكيف عم تفكري. أنا وحازم نحترم بعض، بس احترام؟ شوي فوق الاحترام. شوفي بنتي، أنا وسماح شايفين كل شي عم يصير، ومو بس نحنا، الكل شايف. أي حدا بيطلع فيكي بشوف عيونك كيف معلقة بحازم بيعرف قديشك بتحبي. نايا
ما في مرة بتقبل بالشي اللي عم يساويه حازم إلا إذا كانت بتحبه. صدقوني ما عندي جواب. ساعة بقول إيه ساعة بقول لا. يمكن الإنسان بحب مرة واحدة بحياته حب حقيقي. لما أشوف كيف حازم كان مع ريم بقول مستحيل نحن نقدر نحب هيك بعضنا. بس مش مشكلة، أنه ما ضروري يكون في حب. في كتير كوبلات مزوجين وعايشين مع بعض وما في حب بيناتهم، ماشي حالهم حياتهم تمام. مهم الاحترام مش ضروري الحب. يعني جماعة ما بعرف بس حرارته كتير مرتفعة. حازم؟ شفتي لي الاحترام؟ هلا بالله إذا هي اللهفة كلها ما اسمها حب، شو اللي اسمه حب لك؟ هاي عم تكابر. حازم سلامتك، طالع حرارتك حبيبي، خلينا نروح عند الحكيم. لا 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 ما بدي اروح عند حدا، بعدين ماني قدران امشي. طب نتصل بالحكيم يجي. لو عندي يجي بشوفك. لا 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 انا انا بصير منيح، بعد شوي بصير منيح. طب رح جيب لك دواء من الصيدليه. ما باخذ ادويه، ما باخذ ادويه. كمان رقبتك عم توجعك؟ لا 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 شوي شوي. ما رح اتركك، ما رح اتركك، لا لازم نعمل شيء. شنجي شوي. خير لوي؟ بدي شوفه لحازم، هو تعبان. والله معك حق، هي كلها من روحته للمقبرة. لا لا ما في داعي تشوفيه، عنده نايا وهي بتعرف شو بدها تساوي. بس حرارته مرتفعة، وانت بتعرف ابنك وطبعه ما بيطلب من حدا شيء، وبيغب ألمه وما بيحكي. بعدين ما بيطلب من نايا، بينحرج لأنه اللي بحسه لحد هلأ جديدة عليه. وطول ما انت عم تعملي عنا كل مسؤولياتها رح تضل تحس انها جديدة بهالبيت طول عمرها. قليلي كيف ممكن تعرف طبعه إذا أنت بدك تعملي عنا كل شيء؟ أنا بس هالمرة. يا صباح يا حبيبتي، نحن ما لنا دايمين، تركي نايا تتصرف. يلا حازم قوم خذ هذا الدواء. اتصلت بالحكيم قال كثير منيح لك. لا يا انا ما باخذ دواء، ما باخذ دواء، انا قلت لك ما باخذ دواء، ما باخذ. انت بتعرفي انه انا بحياتي مو اخذ دواء. بس حازم ما حاخذ دواء. كيف ما بدك تاخذ؟ ما حاخذ دواء. طب خليني احط لك المرهم. ما بحط ما بحط ما بحط مرهم، ما بحط ما بحط ما بحط شيء، خلاص طيب لحالي انا. يا حازم طب لا بدك تاخذ الدواء ولا بدك الحكيم يجي لعندك ولا تروح لعنده، كيف بدك تصح؟ هلا اذا تمكن فيك المرض بتضلك شهر لتقوم، خلينا نلحقه على اوله. يلا خليني احط لك المرهم. لا يا انا هذا بكره ريحته، ما بحب ريحته، هذا مشكل لي عقدي. انا كانت الماما تحط لي منه وانا كنت اهرب منه، ما بدي احط منه. طب ما كنت تستفيد عليه؟ بلا كنت استفيد عليه بلا، بس ما بدي. ما بدي بلا دليلك هلأ حازم عن جد. بليز خليني أدهن لك المرهم. يلا جلس بليز. يلا طيب يلا بس اكتافيها بلش بيني. بس شلح الكنزة. لا 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 بلا ما شلح الكنزة، خلص من هون. طيب شايف قدير شنش؟ ايدك باردة، ايدك باردة. سوري سوري شوي 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 شوي. يلا خلص حاش حاش. على فكرة هلأ الله يعافيه لحازم، أنا أكيد ما بتمنى له إنه يمرض، بس هيك قصة برأيي رح تقربهم من بعض. وأنا هيك شايف، الله يحببهم ببعض. آمين. ما بتصدقوا قديش أنا مبسوطة فيكم. شكراً كتير إنه بتحبوا نايا كل هالقد ومهتمين فيها. ليش لا خالة؟ نايا بتستاهل كل خير، وبعدين أنا شايف إنه نايا وحازم كتير مناسبين لبعض.
تسلم. معناها أنا صار فيني أمشي. السبب اللي أجيت من شانه يبدو أنه بلش يزبط. ما تقلقي خالي، ما تقلقي بنوب، الأخبار الحلوة رح توصلك، والحب اللي مخبيته بقلبها نايا خانم لحازم نحن رح نخليه يبين. أنا متأكدة. تسلموا لقلبي. يلا اسمحوا لي، أنا صار لازم أمشي. الله معك، تفضل. أهلا وسهلا. ألو، مرحبا، ممكن رقم الأمن الجنائي لو سمحت؟ عمفرق طريق بيوقف هالزمان، وين ابتدى وين انتهى؟ كفي بلا رفيق اتعود عالنسيان.